السلام عليكم، هلا فيكم فيديو جديد. اليوم راح اتكلم معاكم عن القطعة هذه، اسمها قطعة دي اوزمو موبايل الفيرجن الثاني. هذا القطعة اتوقع ما يحتاج اشرحها، الصورة تكفي. الشركة نزلت الاوزمو موبايل قبل سنتين تقريبا، الجيل الاول، الحين نزلت الجيل الثاني. الفرق بين الجيل الاول والجيل الثاني، الجيل الاول كان صناعة حقه الومنيوم فكان ثقيل، هذه اخف لانه بلاستيك. الجيل الاول برضو كانت تقدر تستخدمها الى 5 ساعات بعد لازم تشحنها. الجيل هذا تستخدمه الى 15 ساعة وتشحنها في ساعتين، اما الجيل الاول تشحنها في 3 ساعات. تقريبا هذه الفروقات، والفرق برضو الكبير انك تقدر تستخدمها طول او بالعرض كذا. الميزة اللي فيها هذه انها تمنع الاهتزاز وانت تصور فيديو بشكل كبير وملحوظ، راح تشوفونه لان فيها 3 اكسس، راح اوريكم اياها الحين نفتحها. طبعا انا شريت اشياء ثانية عشان اكمل ذي القطعة يكون فيه تصوير بروفيشنال، فشريت هذه المانع الاهتزاز في الجوال، وبرضو شريت هذا المايك لتسجيل الفيديو. برضو في قطعة ثانية تشوفون صورتها هنا، هذه علشان اقدر اركب المايك في الجنب مثل ما تشوفون في الصورة انتو كده، راح يكون التصوير كامل. واتوقع اللي راح يشوفون الفيديو ما راح يفرقون هل مسجل تسجيل بالكاميرا احترافية او بالجوال. فافتحها معاكم، انتظر القطعة هذه اللي تركب فيها المايك تجي وابدأ اصور لكم فيديو. فقلت اصور ريفيو الحين، والقطعة هذيك ما يحتاج فيها ريفيو لان كلها حديدة بس تطلع. افتح معاكم القطعة. هذا الحافظة اللي تجي فيها القطعة، كما تشوفون في نقشة دي جي اي، لان اوزمو موبايل دي القطعة بتصنيع دي جي اي، معروف هذه الشركة لطيارات التصوير. هذه القطعة. اللي باقي في العلبة كله كتالوج، هاي طريقة استخدام القطعة نفسها. اللي ما عجبني في القطعة ان الشحن حقها مايكرو يو اس بي، تمنيتها تكون يو اس بي تايب سي. كنت اتوقع الشركة تدرون ان تسوي شيء لحق الفئة الثالثة لو بتنزلها تخلي فيها يعتبر ميزة. طبعا هذه هي القطعة، وهذا التري اكسس اللي فيها مانع اهتزاز مثل ما تشوفون كيف تتحرك. هنا مكان الشحن، ساعتين تشحن فول. هنا في برضو مدخل يو اس بي، راح نتكلم عن كامل الحين، انتظروا بس خلي اركب القطعة ونزل البرنامج حقها. برضو برنامج توفر في الاندرويد والاي او اس، نكتب بس دي جي اي مثلا اوزمو، وبعد ما تنزل البرنامج مثل ما تشوفون هنا تفتح البرنامج اسمه دي جي اي جو وتسوي لك اكاونت. طبعا اوريدي انا مسوي اكاونت لاني طلب القطعة من الموقع نفسه، وتروح على خيار الدي جي اي هنا، نضغط ونختار نوع القطعة اللي عندنا. عندنا اوزمو موبايل 2 هذه القطعة. نشغل البلوتوث الجوال، هو الحين بحث عن القطعة بس لازم اشغل القطعة اول شيء. هذا الباور للقطعة، شغلتها طلع لي هنا، نضغط كونكت كذا الحين القطعة اشتغلت على تصوير الجوال نفسه. نفتح برنامج حق الدي جي اي مرة ثانية، نضغط كاميرا، بيجي لنا الخيارات مثل ما تشوفون هنا، نضغط نكست الايميل حقي وهذا الاكونت حقي، نضغط اكتف، اشتغلت القطعة مثل ما تشوفون تتحرك. ريدي خلاص. الحين بركب الجوال على القطعة ونشوف. أول حاجة بشيل الكفر على الجوال عشان أفضل التماسك مع القطعة. كذا نركب الجوال الحين هنا. طبعا دي الحركة اللي هنا تقدر تسحبها. فيها هنا بعد قفل أدجاست تقدر تفرها هنا. كذا ركبت القطعة. بس الحين لازم اثبتها على الوزن، اخلي الجهاز يتعرف على الوزن حقها ويثبتها عشان يبدا المانع الاهتزاز فيها. لازم الحين نثبت القطعه، نعطيها وضعيه اللي ما يدري شو السالفة. اتوقع الحين افضل صارت، بس خلي افتح البرنامج حقها واسوي اعداداتها. لو بنحولها لاندسكيب كذا مثلا، ايش الاجراءات او ايش الاشياء اللي اسويها عشان احولها كذا. اتوقع كذا ضبطناها. بس نشغل القطعة، راح تشوفون القطعة الحين تشتغل وتثبت نفسها. ضبط. اتوقع ما فيها باتري. بينا اشحنها. اشحنها وارجع معاكم. رجعت معاكم، كذا شحنت تقريبا لمبتين، يمدينا نخلص الرفيو قبل ما تطفي. طيب شركبنا القطعة مرة ثانية. شغل البلوتوث. نضغط على الباور. كذا اشتغلت مثل ما تشوفون. الميزة في القطعة
خلي اتكلم عنها الحين قبل ما نخش اشياء ثانيه. في البرنامج نفسه في ميزات برنامج الكاميرا نفسه. الميزه في الكاميرا انك لو تحرك الكاميرا كذا فالتصوير راح يمنع عنك اهتزاز كثير في الكاميرا. راح يفيدك كثير تصوير الفيديو. وهنا برضو في خيار للزوم، تقدر تزوم بالبرنامج الكاميرا نفسها. تقدر طبعا ما تستخدم برنامج الكاميرا لان البعض يقول انه مش كويس. راح اجربه واشوف. في ميزات كثير في البرنامج، تقدر تسوي لك تارجت انك مثلا لو تحط الكاميرا على اي مكان وتختار تحدد الوجه او الشيء اللي تبي تسوي عليه تارجت. مثل ما نشوف الحين لو بسوي فوكس على القطعه هذه مثلا، في هنا ثلاث ازرار، في زر انك تقدر تلعب بالجوال مثل ما تشوف فوق او تحت او يمين او يسار، يكون سلس تحريك. فمثلا نحدد هنا كذا، حددنا على ذي القطعه. لو نحرك ذي القطعه مثل ما تشوفون الكاميرا تتحرك بدون اي تحكم مني، خلاص تحددت اي شيء تسوي راح تتحرك معها. مثل ما تشوفون الجوال كيف يتحرك كذا، انت تقدر تحط الجوال في جهه وتوقف وانت تتكلم وتتحرك راح تتحرك الكاميرا معك كذا. تقريبا هذه الاشياء المفيده في الكاميرا اللي هي مانع الاهتزاز، هذا اهم شيء. اذا صرت تشتري كاميرا مانع الاهتزاز الحركه مثل ما قلت لكم، وتصوير الفيديو وتصوير الصور العاديه والزوم فيها ممتاز، والتحريك هذا السلس. راح تحس انك ما تصور بكاميرا جوال، تصور بكاميرا احترافيه اذا شفت الفيديو بعدين. حتى الاشخاص اللي يشوفون الفيديو ما راح يعرفون انك تصور بكاميرا الجوال. مثل ما قلت لكم كل شيء في الكاميرا. وفي برضو هنا مدخل USB تقدر تشحن به الجوال، او انك تستخدم الجوال كذا تقدر تحط الجوال وتشحن فيه. مثل ما قلت لكم الكاميرا ممتازه، ينقص الجوال المايك. فشريت هذه القطعه راح نجربها الحين. هذه اسم القطعه، طبعا روابط الاوزمو موبايل راح احطها تحت في الوصف، والقطعه هذه راح احطها في الوصف. وتكمله القطعه هذه، لان القطعه هذه تركب على طول على الكاميرات الاحترافيه، لكن اذا صرت بتركبها على الاوزمو موبايل لازم في قطعه ثانيه تشتريها في الجيم تطلع وتقدر تركبها. راح احط هذه القطعه في الوصف برضو. القطعه هذه راح تجيني الاسبوع هذا ان شاء الله قبل ما امشي من السفر، وراح اسوي لكم فيديو كامل تسجيل بالكاميرا نفسها. هذا المايك تقدر طبعا تشيل هذه القطعه، هذا بس مانع عن الهواء. هذا هو المايك، وهذه القاعده حقتها تقدر تركبها ذي، وهذا السلك العادي. بكذا اتوقع هذه الاشياء اللي راح تخلي تصويرك بالجوال تصوير احترافي. مثل ما قلت لكم يبي لكم الا مانع اهتزاز ومايك كويس عازل عن الهواء. تقريبا بكاميرا احترافيه يمكن افضل على حسب الاشياء اللي تحتاجها بالتصوير. فقبل ما انهي الفيديو انتظروني في فلوقات جايه، راح اسوي فلوق كامل، راح اصور بهذا المايك وبالقطعه هذه، راح يكون فلوق كامل 4K تغيم الكاميرا. لكن ما راح ابدا الحين لين تجيني القطعه اللي قلت لكم عنها، اللي هذه القطعه مره ثانيه اوريكم اياها. اذا جاتني ببدا يومي كامل بدي القطعه. و رجعت معكم بعد ما جت القطعه اللي تكلمت لكم عنها اللي راح احط المايك فيها. خلونا نبدا الحين عشان اسوي التصوير كامل للكاميرا. كيفكم تتبونها جهه يسار او جهه اليمين، وكيفكم تقدرون تفرونها. وهذا الستاند يكون تحت اذا كنت تحتاجه او ما تحتاجه كيفك انت. بعد ما ركبناه كذا المايك راح يكون هنا، ونقدر نحط فلاش ثاني هنا او اي شيء كيفكم. هذا الستاند المايك راح يركب هنا، وهذا المايك يكون كذا. للأجهزة اللي عندهم 3.5 راح ينفعهم هذا. طبعا جوالي الايفون ما في 3.5، فراح استخدم الدانجل. حط الجوال. واخيرا اتوقع كذا خلصنا، فراح يكون التصوير بهذه الطريقة. ففي نهاية الفيديو هذا لا تنسون الاشتراك بالقناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع. انتظروني ان شاء الله بعد 3 أو 4 فلوقات بيكون فلوق كامل بهذه القطعة. ففي نهاية الفلوق لا تنسون اشتراك بالقناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني. والسلام عليكم.